لأن مدارس هذا العام سوف تكون بحد أدنى 3 معارض في كل محافظة، مشيرة إلى أنه في بعض المحافظات سوف تصل إلى 5 معارض بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة. وأوضحت الوزارة أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن أهل المدارس لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية. للعام 8 على التوالي مع بداية العام الدراسي الجديد ينطلق معرض أهل المدارس 2023-2024 في جميع المحافظات. هنا في محافظة الغردقة افتتح المعرض بأسعار مخفضة، حيث يضم 20 عارضاً لمختلف الأدوات والمستلزمات الدراسية. المعرض يضم أكثر من 20 عارض للسلع الغذائية والمكتبية والشنط والأدوات المدرسية والملابس بتخفيضات تتراوح من 15-20% على كافة السلع المعروضة، وخاصة بداية من الكتب الخارجية التي تخص المدارس تخفيض 15%، السلع الغذائية من 20-25% بنفس الجودة الخارجية. بالنسبة للأسعار بتبقى أسعار فيها تخفيضات في متناول لجميع الطبقات، وبيبقى فيها زي وفيها كتب وفيها كل حاجة طلبها بيطلبها الطالب في المدرسة، تخفيفا على أولياء الأمور من الأسعار ومحاربة الأسعار العالية. ويمثل المعرض فرصة ذهبية لأولياء الأمور لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك بالتنسيق مع المنتجين مباشرة، فضلا عن دعم الصناعة المحلية، حيث يحتوي المعرض على كافة المستلزمات منها الملابس والأدوات والحقائب المدرسية بالإضافة إلى الكتب الخارجية. ومحافظة بني سويف كانت على موعد أيضا مع المعرض الذي يلبي احتياجات الطلاب من مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية. المعرض شامل كل مستلزمات المدارس، سواء شنط، سواء أحذية، سواء كتب داخل خارجية أو كشاكيل. بصراحة نشكر السيد الوزير المحافظ على توفير مستلزمات المدارس بالأسعار المخفضة دي. الحقيقة لينا أن أقل أسعار متوفرة هنا في المعرض، وبنشكر السيد المحافظ والسيدة السادة القائمين على المعرض أن هم بيقيموا المعارض دي سواء كان في رمضان أو في المدارس عشان توفر الأسعار بسعر قليل. المعرض يأتي كمبادرة ملموسة من الدولة لتخفيف العبء المالي عن كاهل الأهل في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك بتوفير تخفيضات تلبي احتياجات الطلاب وتسهم في تمكينهم من بداية دراسية ناجحة.